الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. كثير تحدثوا عن الماء وفوائده العلاجية والطبية والغذائية وإلى غير ذلك. تابعوني في هذا الفيديو كي نتكلم عن رجيم الماء، كيف نتناول الماء ونستفيد صحيا منه. أحبتي في كل مكان، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الماء من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ويجب أنه أنت تكون حريص على أنك تتناول كمية الماء اللي أنا جسمي بيحتاجها واللي جسمك بيحتاجها واللي جسمك بيحتاجها الصغير والكبير. هناك معادلة تقريبا ثابتة، ألا وهي دائما بنقول أنت محتاج من لترين إلى 3 لتر في اليوم، محتاج من 8 كاسات إلى 12 كاسة في اليوم. هذا تقريبا للناس العاديين، لكن أنت علشان تحسبها وتمشي نفسك على نظام معين بنقول لك إيه، قديش وزنك؟ أول 60 كيلو من وزنك، كل كيلو جرام من وزنك محتاج 30 ملي، فعندك 60 كيلو في 30 ملي يعني محتاج لتر و800 ملي لتر. طيب أكثر من 60 كيلو بنقول كل 15 كيلو بتحتاج قديش؟ بصير بتحتاج أكثر، يعني بيزيد النسبة 15 ملي لكل كيلو إضافة. 60 كيلو الأولى كل 30 ملي، لكن ما بعد 60 كل كيلو بيحتاج 15 ملي، يعني نص 30 ملي. فبالتالي بيكون احتياجنا في المتوسط ما بين لترين إلى لترين ونص حسب الوزن. لو كان وزنك 70 كيلو على سبيل المثال، فإحنا قلنا 1800 زائد 150 يبقى وصلت اللترين بسهولة جدا. عفوا 15 ملي في 10 كيلو يعني بيجي لك كمان لتر ونص، وصل لك ما يقرب من لترين و 150 ملي تقريبا من الماء. ما هو هذا موضوعنا؟ موضوعنا كيف نشرب الماء ومتى نشرب الماء علشان نكون بصحة مثالية. طيب طلعوا لي ناس يقول لك هناك رجيم الماء، عليك أن تمسك قربة 4 لتر وتشربهم على نفس واحد وتقعد جعان 8 ساعات، حتخس 4 كيلو في اليوم، حتخس 6 كيلو في الأسبوع، حتخس. هذا الكلام كله خطأ علميا. ليه؟ إذا شربت الماء أكثر من 2 كاسة في الساعة، أعيدها، أكثر من 2 كاسة يعني نص لتر، شربت ماء في الساعة أكثر من نص لتر بتعمل تلف للكلى وفقد للإلكترولايت، الأملاح المعدنية، الصوديوم والبوتاسيوم اللي موجودات في التوازن الخلوي كلها بصير تفقد منها، وبصير عندك تخفف في الأملاح في الدم والجسم والكلى والقلب والمخ بتأثره، فأدائك الوظيفي بتأثر، تعب في العضلات. لذلك هذا الكلام لو طرح عليكم إياكم أن تطبقوه، أنك تشرب 4 لتر أو أكثر. أكرر، الكلى لا تستطيع أن تفلتر أكثر من نص لتر ماء شرب وصل إلى الدم، لا تستطيع أن تفلتر أكثر من نص لتر في الساعة. لذلك احتياجك من الماء هو من 8 إلى 12 كاسة. كيف بدنا نشربهم؟ رقم واحد، قبل ما أتكلم كيف بدنا نشربهم نتكلم عن الأخطاء الأخرى، ألا وهي اشرب الماء البارد بيخليك تحرق أكثر. وهذا كلام خطأ جدا، لأنه أنت إذا شربت كاسة ماء باردة ونزلت إلى المعدة درجة حرارة جسمك في المتوسط 37، في الكبد بيكون فيه تفاعلات كيماوية، في القولون في أعلى درجة حرارة بيكون في داخل التفاعلات اللي بتصير أو الفيرمنتيشن اللي قاعدة بتحصل. طيب لما تنزل مية باردة درجة حرارتها أقل من 15 أو 10 درجات مئوية وجدار المعدة ملاصق للكبد، هتؤثر على وظائف الكبد، هذا رقم واحد. نعم هتخليك تفقد من 2، تزيد الحرق عندك من 2 إلى 3% في زيادة الحرق عشان ترفع درجة حرارة الماء، وهذه نسبة تعتبر تافهة. لو ظليتك تشرب طول اليوم من الماء البارد ما راح تزيد حرقك من 2 إلى 3%، وأنا ذكرت طرق لحرق الدهون بصورة أسرع من هيك بكثير. طيب إيش بدي أساوي؟ أشرب ماء دافئ، الماء الدافئ بيحسن الهضم وبيسرع الهضم، بتقول ما أنا حجوع بسرعة لما يتحسن الهضم، وبيحسن الميتابوليزم وبيزود الحرق. فبالتالي شرب الماء الدافئ أفضل صحيا من شرب الماء البارد، وهذا للجميع، وهذا ما يوصي به
الإيروفيديا، رسولنا عليه الصلاة والسلام لا يوجد كان ثلاجات، كان يشرب بدرجة حرارة الغرفة وكان يذيب فيها العسل ويطيل فيها الذوبان ويشربها على الريق. يبقى برنامجنا في شرب الماء رقم واحد شرب كاسة ماء إلى كاستين ماء على الريق صباحا قبل ما تتمضمض قبل ما تتوضأ، لأنه محتويات اللعاب اللي جفت أثناء التنفس تحتوي على أحماض عضوية، تحتوي على أملاح معدنية مهمة جدا، وهذه الأملاح المعدنية والأحماض العضوية تحافظ على البي اتش تبع المعدة وعلى البي اتش تبع الدم بالصورة الطبيعية مع الماء اللي شربته ونزلت مع المعدة فيه، فأنت استفدت منها. يبقى أول خطوة أنه نشرب الماء على الريق. الرسول عليه الصلاة والسلام أضاف له العسل وأضاف الخل، وهذا بعد أبحاث وجدوا أنه بينشط القولون على مدار اليوم وبينظف القناة الهضمية وبيظل مرطبها وبيحسن أدائها الوظيفي الهضمي. القولون لما يظل يتقلص ويتحرك بيزيد عملية الحرق، فأفضل شيء لرجيم الماء ليس كثرة الماء بل هو شرب كاسة إلى كاستين ماء صباحا على الريق قبل الأكل. الأكل بعد أول شرب ماء يجب أن يكون بعد ساعة إلى ساعتين. تفطر عادي إذا كنت بتطبق نظام كيتو أو باللو كارب أو ما شكل ذلك، وهذا اللي إحنا بنفضله إنه تقليل الكربوهيدرات واعتماد على الدهون والبروتين من مصادر طبيعية مع شرائح أو أوراق خضراء من الخضروات أو شرائح من الخضروات زي الخيار والطماطم وما شكل ذلك. ثم بعد الإفطار بساعة تشرب وليس نص ساعة أو قريب منها، لأنه أنت شارب ساعة قبل الإفطار كاسة أو كاستين ماء، وبعد الإفطار بإمكانك بخمسين دقيقة 45 دقيقة تشرب أي مشروب مهما كان، بشرط ما يكونش فيه سكر. تشرب الشاي الأخضر بدون سكر، الزنجبيل، النعناع، القرفة، حسب رغبتك وحسب حاجتك. في ما بين الظهر وما بين وجبة الغداء والفطور بإمكانك تشرب الماء أو تشرب أي مشروبات بدون أي إضافة سكر. ما قبل الغداء بإمكانك تشرب بنص ساعة، تشرب كاسة إلى كاستين من الماء. وجدوا الباحثين أنه شرب الماء قبل الأكل بنص ساعة يزيد عملية الحرق من قبل ما يدخل الأكل في جسمك، بيبدأ عملية الحرق في الدهون الموجودة في الجسم. طيب لو أضفنا إلها معلقة خل التفاح أو عصرة ليمون، فهذا بيحسن أكثر لعملية الحرق وبيحسن عملية الهضم للأكل اللي أنت بدك تأكله. بعد الأكل بساعة بستطيع أني أشرب ماء بالمغرب أو بالليل. الآن صار عندي أكثر من 5 كاسات. بعد العصر بإمكاني أشرب أي مشروبات، ثم المغرب أشرب. هذه المشروبات اللي أنا بشربها بعد الغداء بعد الأكل تحسن الدورة الدموية اللي بتوصل للعضلات، وبالتالي بتقوي العضلات وبتوصلها أغذية. الأكل المهضوم سرعت عملية نقله بواسطة الدم، لأن أنت شربت ماء سرعت عملية تواصل المواد الغذائية. بالليل قبل النوم بشرب كاسة، وقبل العشاء بأشرب كاسة بإذنه وتعالى، بتكون أنت وصلت أقل شيء 8 كاسات ماء صافي. لو شربت كاسة قهوة أو شاي أو أي مركب فيه كافيين يجب أن تشرب كاسة الماء قبلها. ليه؟ عشان تهيئ الكلى انه في كافيين جاي، وممكن بعدها الشاي او القهوة بنص ساعة تشرب كمان كاسة مية. هذه الكاسات الاضافية اللي احنا بنشربها. ابتعدوا عن اضافة السكر لأي مشروب بتشربوه علشان يكون هذه المشروبات مفيدة لكم. ابتعدوا عن المشروبات اللي فيها كافيين بنسب عالية جدا، بامكانك تشربوا من كاسة الى كاستين كمنشطات ومنبهات لا بأس في ذلك. لكن اذا شربنا القهوة او الشاي كميات كبيرة، يجب أن ندرك أن القهوة محتاجة كل فنجان محتاجة كاسة إلى كاستين، محتاج نص لتر علشان الكلى تستطيع تفلتر وتتخلص من سمومه بسهولة جدا. لو اتبعنا نظام هذا النظام شرب الماء بهذه الطريقة، فأنت ستسرع عملية الهضم وعملية حرق الدهون، خاصة إذا شربت الماء قبل الوجبات بنص ساعة مهما كانت الوجبة، ما عدا وجبة الفطور هي الوحيدة اللي بشربه قبلها بساعة أو أكثر. ولا تتبعوا أي أنظمة تجويع وشرب ماء فقط على مدار يوم أو 16 ساعة وغيره، هذا يخفف الأملاح المعدنية والإلكترولايتس اللي موجودة في الدم، ويتعب عضلة القلب والعضلات، ويضعفك كإنسان، يضعف تفكيرك وباءتك وقوتك إن كنت رجل أو مرأة. تقبلوا تحياتي، اشتركوا في القناة،
فعلوا الجرس، انشروا ما يصلكم من علم كي تكسبوا أجر علم ينتفع به، وتقبلوا تحياتي مع فريق العمل أخوكم الدكتور رمضان شبيه.